الامهات بيجيبوا الاولاد اول ما يصحوا يا دوب يلبسوا وييجوا على طول. هنا بقى نستقبلوهم صباح الخير، نستقبلهم كده بكلام حلو يعني كل حاجات حلوه. بعد شويه بيروحوا بريكفاست، نفطر مع بعض برضو كلنا. بعد البريكفاست يلعبوا شويه، مثلا يتفرجوا على كرتون، نسمع اغاني مع بعض. بعدين وقت الغدا، بعد الغدا اللي عاوز ينام شويه يريح شويه. بعد كده يقوموا يصحوا برضو نتجمع برضو، يعني لو عندهم حصص انجليش او فرنش او كده بنتعلم الالوان الحروف، نرسم نلعب وهكذا لغايه الساعه 5. يعني بقول انجليش مع ماما، وكمان بروح المدرسه اجاوب، وكمان بقيس اي حاجه تانية بتاعه المدرسه. وبعدين بعدين بقى اي الحضانه، وبعدين اروح المدرسه وكده عشان اعرف البس اي حاجه بتاعه المدرسه. نتعلم في الحضانه ايه، بابا بيذاكر وانا برسم. نادر قوي لما تلاقي حضانات بتقدم ان احنا نعمل بوتي تريننج. الاطفال لو في اي تعديل سلوك الدكتور بيحوله علينا، احنا هنا بنعرف الدكتور ايه اللي بيقوله واحنا بنطبقه هنا. ولية الأمر لو طالبة أي حاجة أو إحنا في أي تعليق على الطفل بنقول لولية الأمر، ولية الأمر بتبقى شغالة معانا في البيت. كان في واد اسمه الشاطر عنترت، وكمان كان في جدتي لنا بيت كترتها ومعانا الأكل بأمر عنترتها جدي، وقعد يحكي حكايات كان ترترتها.